دكتور حسين، اريدك تعلق على الفيديو اللي استمعت اليه. جنابك الاساني شوف احط ايه. تسمعني؟ لا لا اصبر اصبر استاذ حسام. اي اسمعك اسمعك تفضل. شوف استاذ حسام عزيزي، العراق اذا نتوقع اكبر نعم من انه ان نضع بهذه المناظرات التي هي لن نصل بها الى جدوى. اولا انت العنوان مالته كان ما اعرف شلون احنا وصلنا لهذا العنوان بعد ان قلت لي واتصلت بالمعيد وقلنا على الانتخابات. شيء ثاني سيد الكاظم لم يخرق القانون قطعا. لا 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 يا استاذ حسام، شغله ثالثه اسمح لي عزيزي انت ما تمرر الان هكذا فيديو خطير. الان انت مررته، يجب ان تكشف المصدر مالتك حقيقه للجهات القضائيه. اذا انت حضرتك الان تريد تتقدم ببلاغ وتقولك انتهاك حقيقي، او هو هذا الشخص اللي طلع الان ويقول بهذا المجال، هذا حقيقه محاوله تشويش وصولنا الى اليوم الانتخابي. قضيه ثالثه والمهمه، انا اتوقع الحكومه العراقيه علينا عندما نتحدث عنها ان ننظر الى ما الذي حصل خلال 18 سنه. لا نلوم الحكومه العراقيه الجديده التي يرأسها السيد الكاظمي، لانها جاءت على ركام صراع وارهاب ومشاكل كبيره حدثت في العراق، آلت بالوضع العراقي حقيقه الى ان نصل الى لحظه. لكن عندما نقارن الان منذ اللحظة الأولى لعملية قيادة الكاظمي للحكومة العراقية، والآن نجد أن هنالك تغيير في الشارع العراقي. الآن هنالك انفراج كبير بالقرار السياسي، انفتاح كبير جدا بالسياسة الخارجية العراقية. من الممكن أنه الحكومة المقبلة التي سوف تأتي بأصوات العراقيين أن تأتي ببرامج اقتصادية، ببرامج سياسية تبني على النتاج الذي وصلنا إليه بالسياسة الخارجية العراقية. ليس من المنصف حقيقة أن ننظر هذه النظرة الصفرية للوضع في العراق، وحقيقة نذهب كذلك باتجاه عملية تشويش للوضع في العراق. هنالك وضع وتحدي هو المحافظة على الأمن الانتخابي، لكن بالمقابل علينا أن نتحرى ما يصدر بالإعلام، علينا أن نكون دقيقين جدا في عملية كذلك في المقابل استخدام هذه الفيديوهات. أنت من تتهمني بالتشويش؟ أنا أتهمك بالتعمية أيضا، تعرف ليش؟ لسبب بسيط. أولا هذا فيديو وصل في بريد البرنامج، وأنا مهدت وقلت بأن الفيديو وصل بهذه الطريقة. حبيبي إحنا إذا أكو هيك ظواهر ما نتعامل وياها ونسميها تشويش، إحنا نمارس تضليل. دنمارس اسمعني لا تحكي لي، لا تحكي لي هذا الموضوع مال التعميه. انا دا ارد عليك، دا اقول لك اكو مسار قضائي الان ممكن انت تساهم، وانت رجل اختصاص القانون، وممكن انه تساهم حقيقه بحمايه النظام الانتخابي وتقدم حقيقه هذا الفيديو الان للجهات القضائيه او للمفوضيه العليا المستقله للانتخابات. تاكد منه هذا الفيديو دا قدمه. اي بس كان المفروض تذكر انه شجعه حتى يذكر اسمه، يذكر انه هو هذا ذكر انه الفوجس الان حقيقه، لكن بالمقابل شجعه يذكر اسمه ويقدم شكوى شجاعه حقيقه باتجاه من يريد هذا الموضوع، لان هذا الموضوع الان ترى نسمعه بين الحين والاخر من المرشحين. دكتور بالله عليك كان الانتخابات اكثر ما انه حقائق. بالله عليك اسالك، وانت هذا من في صلب اختصاص عمل الحكومه واللجنه الامنيه، إذا قدمت اسمه وصورته هل ستضمن سلامته الشخصية وسلامة عائلته؟ هل سأضمن أنا حسام الحاج سلامته؟ شوف بس قل لي. لا لا شوف عزيزي أستاذ حسام، القانون العراقي حقيقة والمؤسسات العراقية القضائية والتنفيذية هي كفيلة بحماية هذا الصوت العراقي، وهذا بالمقابل إلى أنه لأنه أكو مسارين. المسار الأول أما أن يكون صحيح، وهذا طبعا سيأخذ مسار قانوني، وإذا كان المسار الآخر وهو مسار قد يستخدم مرشح آخر تجاه مرشح موجود في الدائرة الانتخابية، فهذا تحدي كبير حقيقة يعني، ومشكلة كبيرة لعملية التشويش والجذب للتشويش. علينا أن نتأكد حقيقة، وهذه دعوة لكل القنوات الإعلامية، علينا أن نتأكد حقيقة من هذه الفيديوهات، من هذه الأصوات التي تنشر الآن حقيقة على السوشيال ميديا، لأن هنالك محاولات تشويش، هنالك تنافس انتخابي على ما يبدو يراد أن يستثمر حقيقة باتجاه السلبية. ولذلك علينا أن نتحقق كذلك من هذه الدائرة الانتخابية، من اسم المرشح موجود في الدائرة الانتخابية، وهذا يحتاج حقيقة من الصحافة والإعلام وكذلك قناتك الموقرة أن نتأكد من هذه المعلومات قبل بثها.
والله دكتور أقول لك شغلة، أنا رجل عندي خبرة بمجال الإعلام وأعرف شغلي بصراحة، لما نجاني هذا الفيديو تأكدت من اسم المرشحة وتأكدت من أنه هذا الشخص منه هو وتأكدت هذا الادعاء صحيح لو تشويش مثل ما تقول حضرتك، من ثم طلبت منه أن يسجل لي فيديو، قال أنا ما أقدر أضمن سلامتي إذا أسجل فيديو أو أظهر اسمي، وهذا الموضوع يعرفوه كل العراقيين وسجله وطلعته. أنا بالنسبة لي لا عزيزي ما يعرفوا كل العراقيين، هاي ترى عبارة سهلة تحاول ترميها بأن وظيفة الإعلام الرئيسية، وظيفة الإعلام الرئيسية هو أن أشخص مواطن الضعف حتى لو كانت واحد بالألف، وأنا أشخص وأقوم بوظيفتي. أنا وياك، أما الوظائف الأخرى لا تتهم الإعلام وتقول هذا تشويش بصراحة تشكيها يعني. لا على كيفك على كيفك، لا تهم الإعلام ولا هذا، أنا ده أوضح وأنصح القنوات الإعلامية. شوف أقول لك أستاذ حسام عزيزي، إذا أنت حريص جدا على إجراء الانتخابات، أنا أدعوك حقيقة إلى أن تكون هنالك مناظرات على أساس البرامج، على أساس الرؤى، على أساس الأفكار لخدمة الناخب العراقي، لأن الناخب العراقي بحاجة كبيرة جدا لمعرفة ما الذي هو، ما هو البرنامج الخاص بهذا المرشح أو ذلك المرشح في هذه الدائرة أو تلك الدائرة، حتى نشجع المواطن حقيقة على المشاركة بصورة كبيرة في الانتخابات. هذه انتخابات ممتاز. مهمة للعراق وللعراقيين، عراقيين دفعة ودم بتشرين ودفعة ودم حقيقة بصراحة مع الإرهاب وتثبيت النظام السياسي. أنا والآن بهذه السهولة أستاذ حسام تستسهل، لا تستسهل هذا الوضع أستاذ حسام، هذا ما تستسهل هذا الوضع اللي مر على البلد حقيقة. أنا تكتفي أنت تريد توصلنا لهذه النقطة، على أن تجرى الانتخابات بظروف ملائمة وأن تحقق إرادة الناخبين. وإن كنت متابعاً حضرتك دكتور، إحنا في برنامجنا صار شهر عندنا مناظرات انتخابية ونفتح كل ملفات الانتخابات، وهذا الملف هو جزء من ملفات الانتخابات. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك.